من المغرب، كلشي الناس تيتعلموا تيسولوا واش بصح ولا لا، فالغلب الله. خويا هاد القاعة ملي خدينا راه خدمنا فيها، كانو شجر في بلاصة لا طابلة، كانو شجر تما، كان هاد الحيط والحيط الآخر ملاه، وكان كلشي. دونك حنا من الناس اللي تراسينا التيرا، حيدنا الشجر اللي كانوا في لا طابل، خدمنا في الفيستير لعبة الإعانة ديال المسير اللي كانوا آنذاك. ودابا هاد القاعة كانت في الأول في الخمسينات الستينات كانت القاعة ديال بيلوت باسك. بلوت باسك واحد الرياضه هي ديال لو سود ديال لو نور بلوتو ديال الاسبان، لان ملي كتشوف هذا الحائط اللي هنا وكتشوف بحال ذاك الحائط هو اللي كاين في ديك الجهه الاخرى، هذاك هو لو مور ديال بلوت باسك. بلوت باسك هي واحد لابال كيسدوها بواحد البواني كيكون على لوبرا وكيلوحوها كونتر ذاك لو مور. من بعد منين الحمد لله حنا رجع الاستقلال ديالنا وبداو الاجانب كيغادروا مدينه الدار البيضاء، بقى هاد لو تيران، بقى لو تيران اون بلانير. الوداد فين كانت؟ الوداد كانت حدا الليسي محمد سانك، كانت تماك في واحد الارضيه ديال العائلات الحديوي اللي عطاو الكثير حتى هما. من بعد الوداد انتقلت لواحد الملعب في ليديال، كان الملعب ديال شارنيتير، من بقى ذاك الملعب انتقلت الملعب ديال لاليونس اللي جا في لاريو لا سيبيل، وعاد من بعد جات منين بقى الفراغ هنايا ما بقاوش هذوك البيلوت باسك هنايا، تم اخذ هذا المقر هذا. وعز الدين حشاد من الاولين اللي دخلوا مع اللعبه اللي كانوا في هذيك الوقيته، ماشي بسهوله خديناها، حيدوا الناس السوارت، كانوا الفرنسيين اللي كانوا انذاك اتصلوا بابو فخير الله يرحمه، عيط للسلطات قال لهم رجعوا الناس السوارت ديالهم، وما خدينا السوارت حتى توفاو بخير. عاد دخلنا لهاد القاعه، دخلنا الطريقه باش تهدمات هاد او بداوا المشروع ديال ان تهدم قاعه ديال الباسكت، فهذا كيحز في النفس، لان هاد القاعه عندنا معها واحد التاريخ، لان في 2006 كانت الجنازه ديال المرحوم خرجت من هذه القاعه بصفته انه كان احد اطور ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره السله، هو من احد المؤسسين لا من الجامعه ديال كره السله لا من العاب القوى، واحد سته ولا سبعه ديال الفروع داخل الوداد الرياضي، لان الاسم ديالنا ارتبط بالنادي الوداد. مدرسه ديال الوداد دائما كانت مدرسه اللي كتعطي اللعابه من الدوليين. حاليا المنتخب الوطني الحالي ديال دابا فيه ثلاثه اللعابه من الوداد دابا اللي كاينين، وهو ساكن وتثبت في موان، وفيه ثلاثه اللعابه وداديين اللي كيلعبوا في فرق اخرى، منهم حراس، منهم الكانا، ومنهم الحريشي. هادو بثلاثة كيتوجدوا في أندية أخرى، دونك سو كو في أكتوالمون ليكيب ناسيونال راه فيها ستة من اللعابة الوداديين، هادي هي لا فورس اللي تخرجوا من هاد القاعة، تخرجوا من هاد القاعة هادي. فعلا القاعة دابا ديال اليوم اللي كانت تصوبت في 2082 وقبل كانت على الهواء طلق في السبعينات، ماشي القاعة نقولوا دابا ديال 2024 ولا نقول ديال 25، سي فري سي با في لو نيفو، لان وليت السيد الوالي منين شفنا نهار السبت قال لك اودي زعما خص دابا تكون شي قاعة اللي كتكون في النيفو. حاجة وحدة اللي هو منين بلغنا ليه وقلنا ليه اودي باش الواحد يغادر في خلال الموسم فين غادي يمشي واللعابة فين غيكونوا فين هذا، هي هذيك سمع بجديه هذاك البلاغ بينا وراه كاين الشامبيونا وكاين هذا وكاين هذا، فداك الشيء باش خداو القرار باش ما غيتلغاش غير التاجيل. كمسؤول اليوم عندنا جوج ديال الاقتراحات، يعني هيكله مدينه الدار البيضاء اللي كنا كنطمحوا لها وتحضيرها للمنتديات الكبيره اللي غادي يعرفها المغرب، وهذا مشروع اساسي. وثانيا نادي الوداد على مضض قبلنا باش ننتقلوا، ولكن على امل وعلى طموح اننا غادي نخلقوا نوستالجيا جديده بتاريخ جديد
ونبغي نقول للجمهور ديال الوداد كرة السلة أن مرحبا بهم، كنشكرهم على الدعم اللي كيساهموا معنا دائما من خلال حضور المباريات، من خلال واحد المجموعة ديال 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 المبادرات. نبغي نقول لهم بأنه احنا رغم المشاكل الكبيرة اللي كنعيشوها، ولكن راه حبنا للوداد هو اللي خلانا مستمرين في التدبير ديال 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 هذا النادي، بأنه إن شاء الله طموحنا المستقبلي هو طموح كبير. إن شاء الله إحنا كنبحثوا على الإمكانيات لتحقيق هذه الطموحات.